بي بوزيتيف لليوم. بلش الاجواء بوزيتيف على كل حال، بتصور نحن بنقرر اذا بدنا الاجواء ايجابيه ولا لا الا لما بتكون الظروف كثير صعبه، هوني كمان بيكون الشغل الاكبر واكبر لحتى نكون عم نلاقي الايجابيات بالموضوع. ولكن نحن اليوم تركيزنا رح يكون على المراهقين وقد ايه قادرين انه يكونوا عم يعملوا تقييم لحالهم ليقدروا يعرفوا كيف بدهم يمشوا خطوات مستقبليه جديده. اليوم معنا نينا شلهوب مدربه مهارات، اختارت هالموضوع بتصور كمان لانه على ابواب الجامعات نحن هلا او على ابواب والمدارس. السنين الدراسيه، السنه الدراسيه الجديده. بونجور بونجور كاتيا، كيفك اليوم؟ انا منيحه، انت؟ كثير منيحه. المراهقين شغله صعبه، يعني اول شيء الاهل بده يكونوا بوزيتيف كمان لحتى يقدر يكونوا عم يتعاملوا معهم. بالوقت كنا عم نحكي شوي قبل الهواء انه الرفض هو العنوان الاساسي، حتى لو كنت من رايهم بغيروا رايهم 100%. هيك مضبوط كاتيا، وهيدي المهارة هي كتير مهمة وهلأ بلشت تطبق بكتير مدارس برا. التقييم الذاتي هو كتير مهم، هو بيصير إذا بدك تقييم ذاتي بذات الوقت الشخص بيصير يتعرف على حاله. بيصير المراهق وقت يبلش يشتغل بهالطريقة بيصير عارف حاله هو شو كفاءاته، شو السكيلز اللي بيعرفهم، شو المهارات، هو بشو قوي، شو نقط ضعفه. إذا بده شيء يشتغل عليه بيصير عارف شو النقط الضعيفة اللي لازم يشتغل عليها بحاله. والأدفانتج تبع هذا الموضوع اللي بعدك عم بتقوليه هو بيصير هو يلاقيهم بحاله، وبيصير يبلش يتصالح مع حاله ويتقبل إذا حدا قال له شيء. لأنه التقييم بالنهاية صحيح ببلش تقييم ذاتي، بس بمطرح بيوصل فيه أشخاص تانيين بدهم يتدخلوا بهذا الموضوع. بس اللي من الولد بيصير عارف حاله نقط ضعفه وين وعم يشتغل عليهم، بس يبلش يتحسن هيدا الشيء بيصير يفرجيه انه نتيجة هالشغل اللي عم يشتغله لوين بيوديه، وبيصير بوزيتيف اللي عم وكثير بيصير موتيفي بقى. وهي التحسن بهيدا الموضوع هو اللي بيوصل كثير للنتيجة. وبرا صاروا يفوتوها بالمدارس وعم بيسموها الماجيك فورمولا للولاد وللتلاميذ، عم بتوصلهم انه يتحسنوا كثير بسرعه، لانه بس عم بيلاقوا ويواجهوا انه هيدي هي النقط الضعيفه عندهم وهيدي النقط المنيحه والقوية هن فيها اللي بيستفيدوا منها يوظفوها بكثير اشياء. سو بس يكتشفوا حالهم بصيروا عارفين الدايركشن اللي بدهم يشتغلوا فيها، عم يستثمروا نقط القوه لكن 100%. وعم بيركزوا على نقط الضعف لحتى كثير صحيح. بس هون المراهق قد هو عارف او قد هو بيعرف انه يعمل هالتقييم؟ كاتيا اكيد ما في شيء بيجي دغري وما في شيء بيجي هيك منه لوحده، ما هل رح يصير يتعلم ويصير يعرف وبصير يكتشف انه هيدي الشغله عملها غلط لان هيك. رح اعطي اكزامبل الدرس الفحص اللي بيعملوه هلا كيف صار عم بيصير برا، بيعملوا الاكزامان تبعهم، هو الفحص هو ان اسسمنت، يعني انت عم بتشوف التلميذ شو تعلم من اللي فسرته المعلمه بالصف، بتجي بتعطيه هالورقه وهيدي علامته انه هو قد ايه استوعب وقد ايه قدر يطبق اللي تعلمه. وهون بيجي الاسسمنت اللي كنت عم بحكي عنه تبع برا اللي هو الاستاذ. بس هلا كيف صار التصليح بيصير؟ بيقعد التلميذ بيشوف شو عنده اغلاط، لانه بتكون حاطين له شو الصح وشو غلط، بيكتشف غلطه وين وبيشوف ليه عملوا غلط، وبس يبين معه ليه عملوا غلط بصير عارف غلطه وين وكيف الصح بده يصلحه. سو بس اذا بتتفكري بهالشغله الصغيره كيف تاني مره اذا بيرجع بيعمل نفس الشغله ما بقى رح يرجع يعمل ذات الغلطه، واذا عملها بتكون بلشت تخف وتخف وتخف. ما في ولا طريقه بتعطي نتيجه دغري بدها وقت. بالتدريب كيف بيصير هالشيء؟ يعني هيك عمليا. اوكي، رح ناخذ كل شيء مش بس رح نحصلها بالمدرسه. لنقول اخذتيه على المدرسه، بده يفوت بصف او باكتيفيتي معينه، مش ببلشوا فيه ليشوفوا قد ايه فيزيكلي هيز فيت قد ايه، هيدا اسسمنت. بمجرد ما يعرف الولد انه لحتى يكون بهيدا الليفل يمكن عايز يعمل بوش ابس، عايز يعمل اكزرسايزز معينين ليقووا له عضل معين، سو هو عارف بصير هو يعمل اسسمنت لحاله لحتى يفوت بهالليفل، هو اللي بحاجه لقلهم هيك، غير ما انت تجي تقولي له انت بدك هيك انت هيك، بصير يعمل ريجكشن. مجرد ما هو يكتشفون بصير هو محمس حتى انه يعمل. بس سلايدز معنا شو رح يخبرونا؟ ستيبس؟ اوكي، رح يفرجونا اول شيء خلينا نشوف سلايدز تاتيانا اوف السيلف اسسمنت. الكونسبت هو اذا بتلاحظي هو عم بيشوف وين بتركب كل بيس اوكي لحتى تجي بمطرحها لحتى يقدر يركب كل شيء. يعني اول شيء عم يتعرف على حاله اكيد، هو عم يطلع اعتبريها هيدي مهاره او شيء
هو قوي فيه أو شيء نقطة ضعف أو نقطة قوي فيها، بصير عارف وين بده يركبها ليستفيد منها لحتى يركب البازل المضبوط تبع حياته. أوكي، هلأ أنا حتى نستفيد من الوقت، هي سيلف أسسمنت كمان سيلف أويرنس، يعني أنا هو الولد بصير يتعرف على حاله، بصير يعرف حاله، وهيدا كتير بيعطي ثقة بحاله، لأنه بمجرد ما يعرف نقط ضعفه وين وبصير يشتغل عليهم بصير عنده ثقة بحاله، وكتير السيلف أسسمنت بيساعد ثقة بالنفس. So the next slide اللي رح أعطيه example اللي هو بيطبق على كل شيء. أوكي، إذا بدك تشيل الكارير أنا حطيت إذا شو بده يتخصصه. الولد هذا السؤال هذا أصعب شيء. أوكي، السيلف أسسمنت كتير بيساعد الولد إنه يعرف حاله من الأول. يعني مش بس أول أسسمنت هو بده يفرجيك وين بده يروح، لمن هالولد كل على كل مدة عطول عطول عم ينعمل له سيلف أسسمنت ببين عندك باترن، عرفتي؟ بصير يبين انه يتضوى انه عنده هالمهاره، قوي بهالشغله، ضعيف بهالشغله، بده يشتغل على هالشغله، بيوصل على ياخذ قرار، عارف هو شو بحب، شو المهارات تبعه اللي بتخوله يفوت بهالميجر، هو بده يكون عنده بحب وعنده باشن للي بده يفوت فيه، لانه بنرجع انه اذا الواحد ما بحب الشغله بده يعملها ما بيقدر يوصل. سو بس عمل هالاسسمنت ببلش ينبش بهالميجر بده يتخصص فيها، شو فيها، شو البوتنشل تبعه. And then it's your circle. نينا في عنا مراهق على التليفون. Okay. بيسألك سؤال. ألو. Okay. ألو. ألو مرحبا. أهلا. معك إبراهيم هيثم من طرابلس. أهلا إبراهيم. شو سؤالك؟ تفضل. بدي أسأل عن. بدي أسأل عن. تفضل. أنا مراهق وعم واجه مشكلة مع أهلي، يعني. ما عم بلاقي ايه؟ ما عم يتفهموني مزبوط، يعني انا حتى بالمدرسة بيقولوا عني اني انا فاشل، بيقولوا عني اني انا ما بقدر، مع انه الاساتذة بالصف يحكوا عني اني انا كتير شاطر وكتير انا مهذب وهيك. اهلا وسهلا فيك ابراهيم. سو ابراهيم عم يحكي عن جادجمنت او عم يعني حكم من قبل اهله، يمكن يلي متوقعين شيء ثاني منه بلكي. اوكي، قد ايه هيدا بياثر على التقييم الذاتي كمان للولد؟ هيدا اصلا التقييم الذاتي دائما دائما بتبلش بهيدا المطرح، يعني هيدا الستارتنج بوينت. ابراهيم لازم يقعد، هيدي الاساس بكل شيء، ابراهيم لازم يقعد لوحده بمطرح على شيء نص ساعة ساعة ما بعرف قد ايه، وبده يحمل ورقة وقلم ويقعد يشوف أهله شو مشكلتهم معه، شو عم يعني بلش فيهم، ليه عم بيقولوا إنه هو فاشل. ما عم يقدر يوصل، كلمة فاشل ما بدي أقولها، في قصص ما عم يرضيهم فيها، ما عم يعطينا اللي هن قديم أسرة معه يعني. أول شيء بدي أقوله لإبراهيم إنه مين ما بيقول له هيدي الكلمة ما يخليها انه تأذيه. هلا يمكن ما عم بيقولوا الكلمه ما بعرف، بس يمكن عم بيحسسوه بهالشيء. ايه، وبدي اقول له ثقته بحاله هي سلاحه بالحياه، يعني يشتغل كثير على هيدا الموضوع، يقعد يشوف وين مشكله اهله معه، شو اللي منهم راضيين عليه، بده يكتبهم 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 يكتبهم، بيرجع يحط على تالي ميل هو شو مأمن من اللي هن منهم راضيين عليه. مزبوط هو ما عم بيعمل الاشياء بالليفل اللي هن طالبينه او بالطريقه اللي بيقدر يعطيها، في مطرح مش كل واحد بيقدر يعطي كل شيء، في مطرح بدك تتصالحي مع حالك انه في اشياء مش لإلك، انت ما بتقدري تعملي كل شيء، بس اذا قادره تشتغلي على حالك لازم تشتغلي على حالك. يفصل شوي ابراهيم مشكلته معهم ويشوف اذا مزبوط هو عم يعمل لازم يعمله بحق حاله ويشتغل عليه، ورح يبين معه في مطارح اهله ورح يكون معهم حق، في مطارح لا، بس اذا ما بيتضوى وبيلاقي اجوبه لوين المشكله وشو اللي هن منهم راضيين عليه وهو بالمقابل مزبوط شو عم يعمل، بيقدر يوصل للحل. يعني النصيحه انه يفصل يشوف حاله بالاصل هو اذا راضي عن حاله، وبعدين رجع يشوف اذا هالشيء بيتطابق مع اهله ولا لا. اتس فايز هي ذاتها، يعني ببلش باهله بيرجع هو لانه تشوف اهله وين مشكلتهم. بس تكتبي، انا بعطيها نصيحه بس يكتبوا بيوصل لغير نتائج، بصير الواحد بيقدر يتذكر الاشياء ويشوفها قدامه. بس تكتبي بتفكري بغير طريقه، ودماغ بس تكتبي وتطلع بيعمل نيورولوجيكال مسج على الدماغ، سو النتائج كلها بتختلف وقتها بيكتب قدامه. خليه يقعد يكتبون يشوف هو يقيم 100%، وراح يبين قدامه كثير هو شو مأمن ومين معه حق ومين لا. 100%. ما بدنا ننسى انه في اوقات كمان اهل بيكونوا طالبين اشياء اوقات تعجيزيه او اشياء يمكن ما هالقد صالحه للاشخاص، يعني مش دار اهل منهم دائما كاملين.
هلأ بس يوصل لمطرح في ناس تقدر هي تكون الحكم إذا هالشي مزبوط ولا لا، اعتبري درسه في عنده أستاذ بيقدر يستفيد منه ويسألهم إذا هالشي مزبوط ولا لا. في مطرح حد السجن ما بترجع لنا لأنه برجع بقلك نحنا ما بنعرف بكل شيء، وبمجرد ما نعترف انه نحن ما بنعرف كل شيء ونروح عند الاشخاص اللي هي هيدي الشغله بتقدر تقرر فيها بيساعدنا. على كل حال انا بدها يعني حلقه ثانيه موضوع العلاقه بين المراهق وبين الاهل، غير انه التقييم الذاتي للمراهق، العلاقه بين المراهق والاهل اللي هي لازم تكون فيها شغل من الميلتين كمان قصه. هلا كاتيا انا من بالدومين تبعي انا بعلم التكنيك، عرفتي كيف؟ انه انا ماني سايكايتست كمان نتابع بقيه اوكي هيدا البروسس اللي حكيناها. في شغله كثير مهمه وكمان ابراهيم يشوفها وكل التينز، اللي هي في شيء بنسميه الويل اوف لايف، وهيدي حطيتها both ways للأهل وللتينز. قديه مهم يكون في بالانس بالنسبة لحياتهم الشخصية وبالنسبة لدرسهم وإذا عم بيشتغلوا. كاتيا في ناس بتعمل under estimation، يعني ما بيعطوا قيمة قديه مهم البالانس. إذا بحطونا السلايد لفرج الإفكت قديه هيدا بيعمل مشكلة وبيعمل دامج بحياة كل واحد منا. بيبلش عصغر وبيكفي عكبر، وهي مشكلة حتى بس نكبر وين تأثيرها. هلأ هيدا الويل أوف لايف اللي كل عم يحضروا يشوفوا يرسموا عندهم ومقسم تقريبا بالأساسيات تبع الحياة تبعنا بالأريا أوف لايف. أوكي مدرسته إذا هلأ بده يعطي جريد قدي هو بيعتبر حاله ساتسفايد أو عم يعطي مثل ما لازم للمدرسة، بحط نقطة على كل مطرح، يعني بالعيلة بالأصحاب، روحياً قدي ماشي حاله بالسبور، قدي عم يشتغل لحاله ليتطور، وهيدا شيء كتير مهم. شو شايف حاله لبعدين، قدي بيعرف شو بده يعمل، عرفت البارتس الأساسية تبع حياته. بده أول شغلة يحطه دوت على كل وحدة قدي هلأ بيعطوا جريد. بيرجع مرة تانية بدهم يشوفوا قدي هن بدهم يوصلوا، شو الجول تبعهم ليوصلوا له ليصيروا هن مقتنعين ويعتبرين انه هيك بدهم يعيشوا. هلا تاني سلايد اللي هي اذا انا ما عندي اكيليبر، اذا انا كثير عاطيه بشغلي اكثر، اذا عاطيه بالسبور اقل، عرفت اذا ما في اكيليبر لازم يكونوا كلهم قد بعضهم، يكون في اكيليبر على القليل بيناتهم. هلا انت مش طالع معك سيركل، طالع فيه عرفتي علامات وما بعرف شو، اعتبري هيدا بسموه الويل اوف لايف، اعتبري دولابك بهيدي الطريقه وانت ماشي على الهاي واي. اذا ماشي لنقول ما بدي اقول اكثر من 100، كيف تتخيلي بتمشي؟ شو بصير فيك يعني من شخص للثاني كليا؟ اكيد يمكن مش كل واحد قادر يقعد ويعمل هالتقييم، بس هول كاتيا اللي هن اساس يرجلجوا لك حياتك بطريقه سليمه. رح ناخذ بعد اتصال، تفضل. الو الو بونجور، يا هلا، معكي مدام ايمان. يا هلا تفضلي. عندي ابني مبلش بالعشر سنين، فما بعرف يعني بدل يبكي بدل تعبان بدل حزين بدل اللي انت بتحطني لي احلامي، ما ادري بحب الشهره كثير، ما بعرف شو هالشي بده، بدل يبكي بنص الليل بيقوم بيبكي، ما بعرف مشكلته. عمره 10 سنين وانا ماني قادر احقق له احلامه كوضع الاقتصادي، يعني الصراحه بتعرفي ظروف الحياه هلا يعني، فكتير بدل يبكي صار انه ما بيحترم حدا، يعني ما بعرف يعني كتير بدل يبكي عنده مشكله هالصبي، بس ما بعرف شو بدي حدده اياه، بدل يقول لي انه ما بتحققي لي احلامي. مدام ايمان عمره 10 سنين ابنك؟ انا بدي كذا مثل رفقاتي، بغار من رفقاته انه هن مفكرين. اهلا وسهلا. فعندي هالصبي بدل يبكي، اكل بيبكي، شرب بيبكي، ان يعني كل شيء كل شو ما عملتي له بدل يبكي، ما بعرف شو مشكلتي يعني. اهلا وسهلا فيكي. يعني على كل حال نحن موضوعنا المراهقين، 10 سنين يعتبر مراهق على على عتبه المراهقه، ولكن بس صحيح عم نحكي عن المراهقين، بس صدقيني كل ما ببلشوا يتعلموا التقييم الذاتي بكير كل ما بيستفيدوا اكثر. برجع بقول اذا ما قادرين ياخذوه عند اخصائي بالفعل تقعد هي وياه لوحدهم، يجيبوا ورقه وقلم وتساله. دائما اول جواب منه هو صحيح كاتيا، بدها تسال كثير 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 اسئله، بدها تساله شو اللي ما عم يبسطك، شو اللي زعلان كرماله، شو اللي عم بخليك تبكي، كل هالاسئله اللي بيجوا على راسها تسال، هو رح يجاوبها اول شيء، بدها تسال 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 ليوصلوا لنتيجه بالاخر. بعد عنا سلايدز؟ وعنا وحده بعدنا سلايد واحد خلينا نشوفهم اللي هي بس بدي فرجي نتائج
بعد خمسة أشهر لمن المراهق ببلش يتعود يشتغل على السلف أسسمنت على التقييم الذاتي قديه بتفرق معه بخمسة أشهر بيتحسن 40%. تخيلي كاتيا، اشتغلت كتير مع أولاد هيدي الصيفية جايين من أمريكا وكندا وناس هون بتعلموا بلبنان ودبي وكويت. اللي بيجي من برا من كندا دغري بيقول لك انا عندي هول الاشياء بدي اشتغل عليهم هيدي السنه وماي جول فور ذس يير كذا. عرفتي؟ عارف حاله واعي شو بده يعمل وشو بده شو بده يكلفه لحتى يوصل، شو بده يشتغل على حاله لحتى يوصل. هون الولد كتير بيعيش بضياع، ما في تركيز على انه هو يلاقي حاله قبل ما يفرضوا عليه. واللي لازم كتير نضوي عليه الاهل لما بتجبره للولد يفوت على ميجر ما بيحبها تقريبا عم بتحتم فشله لبعدين لانه ما ينجح. الولد اذا ما بحب الشغله اللي بيعملها ما بيوصل، على اوقات كمان ما بيعرف حاله شو بحب. ما هي بس تبلش تعمل سيلف اسسمنت مع الوقت مع الوقت مع الوقت واصل عارف حاله شو بده واهله ان باراليل. وهون في ناس انه معلماته واساتذته والناس حواليه عم تشتغل معه لحتى وصل لهالقرار بوعي. شكرا لك نينا لوجودك معنا. أتأمل كل الشباب والصبايا يكونوا هلا على ابواب السنه الدراسيه الجديده ان كان من جامعات او من مدارس يكونوا عارفين شو بدهم ومقررين اكيد، ولكن دائما مثل ما قلنا التقييم الذاتي شغله كثير مهمه وهلا تعلمنا انه لازم يكون في ورقه وقلم 100% اهم شيء. شكرا لك ولوجودك معنا، وقف هلا ومنرجع نتابع على الف.